يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل رؤية الله سبحانه وتعالى في المنام تكون على حقيقتها وأن الشيطان لا يتمثل به؟ أي نعم، نعم، رؤية الله جل وعلا المنام للذي يعرف، يعرف عظمة الله وصفاته، أما الجاهل اللي ما يعرف يمكن الشيطان يتخيله، نعم، لكن الذي العالم الذي يعرف يرى أن الإمام أحمد، أن الإمام أحمد رحمه الله رأى الله في الرؤيا، نعم، هذا في حق العالم الراسخ الذي يعلم صفة أسماء الله وصفاته، نعم، ولا يلتلاعب به الشيطان، نعم.